اوكي. مشاهدي قناة الإذاعة المغربية كومبيس ماروك تيفي، مرحبا بكم في أولى حلقات برنامج استضافات. حلقة اليوم سوف نحاول أن نتطرق فيها رفقة ضيوفنا الكرام للحديث عن الإبداع في ظل الأزمات. معلوم أن الإبداع من أبرز المزايا العقلية التي ميزت أو التي تميز الإنسان بصفة عامة والمبدع بصفة خاصة. الاختلاء بالذات كما العزلة كما مواجهة الأزمات بكل أشكالها وبكل تلوينها، أمور ربما هي باعثة على الخلق، على الإبداع، على التمهيد، أيضا للقدرة على الإتيان بأمور جديدة. حتى لا أطيل، ولمناقشة حيثية الموضوع معي مباشرة عبر تقنية اللايف من الأردن الأستاذ والشاعر والروائي الإعلامي المتميز أستاذ جلال برجس، هو شاعر أردني حاصل أيضا على جائزة كثرة للرواية العربية سنة 15 و2000 عن روايته أفاعي النار حكاية العاشق علي بن محمود القصاص. أهلا وسهلا أستاذ جلال. أهلا بك. أيضا معي من لبنان الشاعر وشيخ ناشرين العرب أستاذ أحمد فواز، هو شاعر وكاتب ومبدع وأيضا مدير دار الرحاب الحديثة للنشر والتوزيع. أهلا وسهلا أستاذ أحمد فواز. أستاذ أحمد فواز، هناك مشكل ربما. أستاذ أحمد فواز، أهلا هو أغلى أهلا أغلى مساء الخير جميعا. أهلا أستاذ. كان أيضا مقرر معنا أن يكون الأستاذ عبد المجيد طبطا، ربما سوف يلتحق بنا، هو أيضا روائي شاب ومترجم حاصل أيضا على جائزة كتاب جائزة المغرب للكتاب سنة 18 و2000 عن روايته ساعة الصفر. أبتدئ معك أستاذ جلال. ما عاشته البشرية مؤخرا ولا زالت تعيشه، جراء وباء لنقل عنه أنه اجتاح الأرض بطريقة غريبة جدا، خلف ما خلف من تسببات العزلة. أيضا هنا البشرية والمبدعين بصفة خاصة دخلوا في لحظة ربما نقول عنها لحظة اختلاء بالذات وانفراد أيضا مع الذات. هذا الانفراد يمكننا أن نقول عنه أنه بمثابة الفرصة الإضافية لخلق حيز جميل للإبداع. هنا أستاذ أريد أن أتساءل معك، هل هنا سوف نتحدث عن إبداع في ظل الأزمة أم إبداع أزمة وتصوير لحيثياتها؟ ما الصائب هنا في نظركم أستاذ جلال؟ صوت أستاذ زكريا. ربما هناك مشكل عند الأستاذ أحمد، عند الأستاذ جلال. سوف قبل أن يعود يعني حيثية النقاش سوف أستغل الفرصة وأذهب مباشرة عند الأستاذ أحمد فواز. شكرا مجددا على تلبية دعوة البرنامج. أستاذ، مؤسستكم أنا لاحظتها يعني أنها كانت واحدة من بين الدور التي ربما هي جازفت في مرحلة كنا فيها، لازلنا في مرحلة التمني، أي يعني كنا لازلنا نتمنى أن ما نعيشه الآن وما نعيشه في ظل هذا الوباء الذي اجتاح الأرض، كنا نتمنى أننا في حلم وأننا سوف نستيقظ فيه بغتة أو في لحظة. الملاحظ أن هناك كان بمثابة مغامرة باحتضان عمل يعني موسوم بحيثيات الوباء. أريد أن أتساءل معك أستاذ،
ان هذه بمثل هذه الاحتضانات ربما هي قد تعتبر ميزه او قد تعتبر مجازفه استاذ. سؤال لي انا. نعم استاذ احمد. اولا مساء الخير عليكم وعلى كل الاخوان المثقفين في المغرب، ونحن متعودين دائما على التواصل. حقيقة هو ما نعيشه الآن ليس بحلم أخي حسن، إنما هو كابوس، ولكن لكل كابوس النهاية. نحن نعمل الآن على إنهاء هذا الكابوس على الأقل، كل بنفسه. فعملية الإبداع خلال الجائحة كانت فرصة للكثير من الناس بالمطالعات، وكانت أيضا للتحضير للعمل. لابد ما ينتهي، ما في خوف إن شاء الله. ركز أمورك. أنا الصوت صغير عندي، غير ما اسمع أستاذ زكريا. صار في انقطاع. أنا لا أسمع أستاذ زكريا، حبذا لأن الصوت عندي. أستاذ أحمد، تفضل. أنا ما سمعت، يعني ما سمعت إجابتك، إن كان ممكن أنك تعيدها صراحة. موضوع ما نعيشه الآن كوضع ثقافي عام هو ليس كما تفضلت بحلم، هو كابوس، وقد جاء هذا الكابوس بعد أن عشنا حلماً. يعني عدة سنوات تواصل يومي مع مثقفين، مع كتاب، مع قراء، مع وزارات ثقافة، تجعلنا نبني حلما للغد. فوجئنا بهذه الجائحة، والتي نعتبرها يعني بالإضافة إلى أنها ربانية هي أيضا من فعل فاعل، أخرت كثير باقتصادات العالم، وقطاع النشر هو من بين القطاعات الاقتصادية. ولا تنسى أن عالميا 3% من الاقتصاد العالمي من عالم النشر. الآن الخوف على الإحباط الذي يشعر به المثقف العربي تحديدا في ظل هذه الجائحة. المثقف العربي أو الكاتب العربي بشكل عام ممكن جدا أن يصاب بشيء من الإحباط نتيجة عدم تواجد الكتاب أو ما يكتب بين أيدي القراء. نحن كدور نشر حاولنا أن نجعل شيئا بديلا أو بديل مؤقت، وهو إيصال الكتاب إلكترونيا لأي قارئ يريده، لحين استطاعتنا توصيل الكتاب الورقي. يعني هي جهود مشكورة، لأنها غطت شيء من الفراغ التي عاشته يعني نسبة المقروئية داخل الجائحة. هنا ربما التحق بنا الأستاذ عبد المجيد صباطة. مرحبا أستاذ عبد المجيد. هل تسمعني أستاذ عبد المجيد؟ إذا أعود إليك أستاذ أحمد. أستاذ، حتى نعود للنقطة التي ابتدأنا بها الحديث معكم أستاذ، أنا لم أقل بأن هناك أن ما نعيش الآن هو حلم، أنا قلت بأن كنا نتمنى لو أنه حلم. مسألة دخول يعني دور النشر في احتضان أعمال من هذه القبيل، يعني احتضان أعمال يعني تزخر بأدب مقرون بالأزمة، مقرون بالجائحة، مقرون بوباء كورونا، ألا ترى معي بأن يعني الدخول في مثل هذه المواضيع الآن لا زال
مبكر، لان ربما نعرف بان تاريخ عوده بسيطه لارشيف اعمال خالده، مثلا حب في زمن الكوليرا للرائع غابرييل غارسيا ماركيز، يعني عمل لم ينتج آنيا، ترك مسافه كي تنضج الفكره او حتى تكتمل معالم امكانيه للغوص في مثل هكذا تجارب. يا سيدي، هو العمل الثقافي في ظل الجائحة هو المفروض يقسم إلى قسمين. القسم الأول هو التواصل الثقافي الذي حصل في العالم العربي، والتواصل الثقافي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الفيسبوك والإنترنت والأمور كان لها دورا رائع جدا، حتى أننا يعني من لبنان ونحن كدار نشر اشتركنا مع عدة مجموعات ثقافية وفكرية وحوارات خاصة مع المغاربة. المغرب بلد ثقافي يعني، وفي يزخر بالمبادرات الفردية. من يومين مثلا كان في حلقة مع مجموعة الرواية المسافرة، مناقشة لرواية كاتب مغربي عبد الرحيم بهير وكيفية انتشارها في العالم العربي. يوميا في حوارات ثقافية، هذه الحوارات أغنت العمل الثقافي وجعلت من سبحة المثقفين مترابطة ببعضها أكثر. فيما يخص الكتب الورقية، الكتب الورقية الآن هي تعيش بأزمة مما قبل الجائحة. يعني نحن نعيش أزمة الكتاب الورقي منذ عدة سنوات، نتيجة ركود الأسواق، نتيجة عدم اهتمام وزارات الثقافة بالكتب، مع إصرار المؤلفين والكتاب ودور النشر على إنتاج الكتاب الورقي. نحن مثلا بمؤسسة الرحاب أصدرنا رواية للكاتبة دكتورة هبة مهتدي، وهي دكتورة بالتنمية البشرية أصلا، حب وغدر وكورونا، وتتكلم بكل الأمور الإنسانية والتضحيات الطبية، تضحيات الأطباء، تضحيات الممرضين، دور المواطن مع أخيه المواطن، كل هذه الأمور. الإنسان العربي اليوم بحاجة إلى أن يقرأ هكذا مواضيع. إضافة لذلك تجد أن هناك الكثير حتى من الشعراء كتبوا عن الكورونا، كتبوا عن معاناة الأسرة، كتبوا عن الترابط الأسري. ونحن خلينا ناخذها من الناحيه الايجابيه بالترابط الاسري كمان، يعني انه عملت كثير امور ايجابيه بالناس. العمل الثقافي تاثر فيما يخص الاقتصاد الثقافي، انما التواصل الثقافي والانتشار الفكري والتواصل العملي بين المثقفين وارباب الثقافه وارباب الكتاب وارباب القلم، برايي انا في ظل هذه الجائحه كان له أثر كبير وتوطدت دعائمه أكثر. أستاذ، سوف أعود معك إلى هذه النقطة، ولكن سوف أنتقل إلى أستاذ جلال. أستاذ جلال، هل تسمعني؟ نعم، أسمعك. نعم، كنت أتحدث مع الأستاذ أحمد فواز عن إنتاج أعمال رهينة أو أعمال مرتبطة كل الارتباط بما نعيشه جراء هذه الجائحة. أنا كنت تابعت مجموعة من المقالات التي تحدثتم فيها أستاذ بإسهاب عن هذا الموضوع، تحدثتم وكأنكم تنفرون شيئا ما من هذا الإسهاب الموجه إلى القضاء على هذا الموضوع كاعتبار موضوع خاص بالإنتاج، الدخول في عزلة رأيتموها أستاذ بأنه دخول يمكن أن يوظف لإبداع، لكن إبداع لن يكون رهينا بالأزمة. يعني أولا أنا أعتذر عن هذا الخلل الفني في مسألة الانقطاع، وأتمنى أن لا يفتر الصوت من جديد إن شاء الله تعالى. فيما يخص أزمة كورونا أو ما اصطلح على تسميته بأزمة كورونا، سواء كان المسبب هي الطبيعة أم أبناء الطبيعة، علينا أن نعترف أن هذه الأزمة أو هذه الجائحة ستشكل فاصلا جديدا في التاريخ الإنساني.
رغم أن هنالك الكثير من الأزمات والجائحات التي مرت في العالم، تقريبا أو تحديدا كل 100 عام هنالك جائحة تمر بالإنسانية، لكن هذه الأزمة لها خصائص ولها ميزات مختلفة عما سبقها. الإنسان في هذه المرحلة وجد نفسه سجينا بلا قضبان، وبالتالي إذا أردنا أن نتحدث عن الكاتب، الفرد الأكثر حساسية في مراقبة ما حوله، في تأمل المستقبل، في استشراف المستقبل، في محاولة تفكيك المجتمع وإعادة يعني قراءته، فبالتالي وجد هذا الكاتب نفسه معزولا بمحض إرادته، وأيضا من جانب الآخر رغما عنه. هنا أنا برأيي أرى أن هذه العزلة، عزلة الكورونا، لم تكن عزلة مناسبة لا للكتابة ولا للقراءة. لماذا؟ لأن هنالك حالة من عدم الاستقرار الداخلي لدى الكاتب، أو ربما دعني أتحدث عن نفسي أنا. في المرحلة التي عشناها، المرحلة السابقة والتي انتهت ونتمنى أن تنتهي أيضا، لم تكن مرحلة فيها ذلك الاستقرار الذي يدفعنا إلى القراءة والتأمل والتعمق بما بين يدينا من كتب ومن مخطوطات، أو من جهة أخرى ليست مناسبة للكتابة، لأن هنالك قلقا داخليا، هذا القلق يجيء من استشرافنا لما سيحدث ومن قراءتنا لهذه الأزمة ومسبباتها. هنالك بالطبع يعني أكثر من رأي حول مسألة كورونا، هل هذه المسألة أتت نتيجة نظرية المؤامرة؟ هل هذه المسألة أتت نتيجة مؤامرة إلهية لنقل يعني؟ لكن في المحصلة نحن أمام معضلة كبيرة، بحيث أن الإنسان في العالم بشكل عام فقد الثقة بالسائد، السائد على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الثقافي، وهذا يعني وهذا الشكل من فقدان الثقة يسبب هزة أنا أراها أنها تشبه الهزة التي عقبت الحرب العالمية الثانية، بحيث فقد الإنسان الثقة بكل تلك الأنظمة التي لم تستطع أن تجنبه ذلك الخراب. فبالتالي في تلك المرحلة اتجه العالم إلى مرحلة جديدة فيها كثير من التقليعات، وفيها كثير أو لنقل تم ترسيخ بداية الحداثة على الصعيد الثقافي، وتم التأطير إلى مرحلة ما بعد الحداثة. فهذا من جانب. من جانب آخر شهدنا الكثير من محاولات تسريد الكورونا أو كتابة هذه المرحلة، لكن الأزمة لا يمكن كتابة الأزمة في توقيتها. أنا برأيي أن الكتابة عن الأزمة في وقتها هو يعني ضرب من اللعب في الوهم، لأننا للآن نحن لسنا يعني قادرين على فهم ما الذي يجري حولنا. هل تستطيع أن تأخذ تصريحا من إنسان ضرب بهراوة على رأسه وهو مصاب بالدوار؟ نحن في هذه المرحلة يعني نعاني من هذا الدوار، وهذا الدوار يراد له العديد من السنوات حتى نصحو منه. حب يعني رواية ماركيز العظيمة الحب في زمن الكوليرا لم تكتب في مرحلة الكوليرا، إنما كتبت في مرحلة لاحقة، وهذه المرحلة تخللها الكثير من التأمل والكثير من التعمق. لكن أنا لست ضد الكتابات التي تصدر في مرحلة الكورونا، لكن هنالك كتابات هي كتابات تأملية، فيها جانب من التوثيق، فيها جانب من محاولة تأمل ما يحدث، وهي يعني بالمناسبة ستكون
تأريخا للحظات كورونا ربما يستفيد الكاتب منها في المرحلة المقبلة. وهذا بالطبع يعني لا يمنع أننا في المرحلة القادمة سنجد العديد من الروايات التي سيتضمن عنوانها الرئيسي مفردات كورونا، وهي بالمناسبة وهذا أنا يعني توقع الشخصي لن تخرج من إطار العلاقة ما بين رجل تعرف على امرأة في مستشفى في مرحلة الكورونا أو امرأة استنجدت برجل في مرحلة الكورونا، لكن أراهنك وأراهنكم جميعا أنكم لن تجدون كاتبا يتعمق في هذه الجائحة وفي فشل النظام العالمي في التعامل مع الإنسان. الإنسان يا أعزائي وجد نفسه في البيت بلا خبز، بلا طعام، بلا نظام أمني، بلا كل تلك العناصر، عناصر العيش. فبالتالي هو من الطبيعي أن يتأمل هذا النظام السائد الذي كان يعيش في ظله، هل هذا النظام صالح لهذا السبب؟ وأنا يعني لن أطيل عليكم، أتوقع وأستشرف أن هنالك تغييرات عالمية عديدة ستلوح في الأفق على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الثقافي. أما على الصعيد الثقافي أتنبأ بأن هنالك شكلا جديدا من أشكال الرواية التي سيحدث عليها التجديد. نحن بانتظار شكل روائي جديد يلوح في الأفق، ولكن هذا الشكل سيقف له شكل آخر بالمرصاد، وهي الرواية الرقمية التي كان يتم التأسيس لها منذ مرحلة، لأن العالم الآن باتجاه أن يرقمن، وحتى الإنسان باتجاه أن يرقمن، وبالتالي الرواية الرقمية ستجد لها الفرصة السانحة لمواجهة الشكل الروائي الجديد. شكرا أستاذ، أنا أتوقف معك هنا وسوف أذهب إلى أستاذ عبد المجيد صباطة وجدي ترحابي به. هو عبد المجيد صباطة هو واحد من الروائيين الشباب المغاربة، هو أيضا حصل على جائزة كتاب المغرب سنة 18 و2000 عن روايته ساعة الصفر. أستاذ عبد المجيد. نعم. مرحبا بك مجددا. أستاذ جلال تحدث عن إبداع وعلاقته بكورونا واستشرف لي ما يسمى بما يمكن أن يقع في الرواية المستقبلية. أنت واحد من المبدعين الذي أخذ على نفسه وعلى عاتقه وعدا بأن سوف يدخل في مرحلة إبداع داخل هذا الذي عشناه، لكن شرط أن لن يتحدث أو لن يتطرق لضعفنا وأصلاً أعماله لن تتطرق ولن تعتمد ولو على كلمة واحدة موسومة باسم كورونا. أولاً مساء الخير، أوجه ترحابي لكل الأساتذة الحاضرين، وأجدد الاعتذار على تأخري في الالتحاق لمشكلة خارج عن إرادتي وأرجو أن تقبلوا اعتذاري. فيما يخص هذا الموضوع، فعلاً يعني في الأسابيع الأولى للحجر وذلك الخوف يعني العالمي الذي واكب يمكن القول يعني الفيروس في بدايته الأولى عندما كان شرسا إلى حد بعيد، وعندما كنا نرى قوافل جثث في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والصين قبلهما بطبيعة الحال، يعني في ظل هذه الظرفية وما إلى ذلك، تطرق عدد يعني ربما لمح عدد كبير من المبدعين إلى أنهم سيتطرقون لهذا الموضوع في كتابتهم. شخصيا أنا لست ضد فكرة يعني كما قال الأستاذ كريم قبلي، أنا لست ضد هذه الفكرة، يعني بمعنى أن لا مشكلة لدي في أن يتطرق عدد من الكتاب لموضوع كورونا في ظل هذه الرائمة، ولكن بالنسبة لي أنا من منظوري الشخصي المتواضع أعتقد بأن موضوعا كهذا مثل العالم بأسره
وستكون له تداعياته التي قد يعني قد تكون تداعياته ربما قد تستمر، يعني لا نتحدث عن ايام او اسابيع او اشهر، نتحدث عن سنوات او ربما عقود. هناك من يتحدث مثلا عن التغير يعني في موازين القوى العالميه، هناك من يعني حاليا ربما يعني يبدو جليا بان الولايات المتحده الامريكيه انها هي قائده العالم، يعني بين هلالين، يعني نرى الوضع الذي تعيشه حاليا سواء بسبب استشراء الفيروس او ربما يعني او كما يعني قضيه جورج فلويد ويعني وكل هذه التفاصيل، يعني نرى بان الولايات المتحده الامريكيه تمر بوضع لنقل بانه وضع لا تحسد عليه. في ظل كل هذه الامور يصعب بالنسبه لي ان يتم التطرق لهذا الموضوع في راهنيته الحاليه. في هذا الصدد اتذكر ربما حوارا كان قد جرى قبل ربما اعتقد في السنه الماضيه او السنه التي قبلها، برنامج ثقافي هو لا غون ليبراري بقناة فرنسية بطبيعة الحال، قاموا باستضافة الروائي الامريكي المشهور بول اوستر بمناسبة صدور ترجمة الفرنسية لروايته الأخيرة 4321. ويعني سأله المذيع، قال يعني هذا الكاتب هو يعني من أشد المعارضين للسياسة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، فسأله مقدم البرنامج قال له يعني بما أنك يعني هذه النظرة التي وهذه النبرة التي تتحدث بها عن ترامب، ونتحدث في تلك الفترة ربما ترامب يعني ربما كان قد تولى الحكم بعد ربما سنة أو بضعة أشهر، قال له هل تفكر في كتابة رواية تتحدث عن هذه الفترة وتداعيات يوم إلى ذلك؟ فأجابه الكاتب بأنه لا يفكر في ذلك، وبأن المسألة صعبة للغاية من وجهة نظري حتى لو تعلق الأمر، يعني وهنا يعني هذه المسألة التي أريد أن أشير إليها. يقول بأن على افتراض بأن الفترة الرئاسية لترامب ستستمر لمدة 4 سنوات، على افتراض أنه لم يتم إعادة ترشيحه، فإن تداعيتها ستستمر لسنوات طويلة. والروائي يعني وهنا يعني المسألة، الروائي ليس صحفيا ينقل يعني اللحظة وما إلى ذلك، الروائي هو يعني يتأمل، يعني يتأمل الحدث وظروفه وتداعياته، وربما سيستشف ما سيجري في بعد ذلك. في ظل يعني على هذا الأساس يقول بأنه لا يمكنه أن يتحدث عن فترة حكم دونالد ترامب إلا بعد نهاية هذه الفترة، وربما بسنوات، ويعني كما قال هو يعني مزيحا يعني إن بقي هو على قيد الحياة أنه يعني تجاوز ربما 75 وما إلى ذلك. هذا المثال الذي صرته هنا هو الذي أردت من خلاله أن أقول بأنني أنا شخصيا لا أعتقد بأنني سأنخرط في ذلك يعني في ذلك الطوفان الذي ربما في يعني وانتظر هذا الأمر، ولن ننتظر فقط إلى سنة 2021، بل الآن حاليا بدأت تصدر كتابات وربما يعني مشاريع روايات، وهناك بعض الروائيين الذي تحدث عن كورونا. سيكون بالنسبة لي أنا سيكون طوفان، وكما قال كما تفضل الأستاذ الكريم، في معظم الأحيان لن تخرج هذه يعني هذه المواضيع هذه الروايات عن يعني عن تيمات وعن الحبكات التقليدية، شخص ثقافي وممرضة وطبيب وما إلى ذلك ومريضة إلى آخره، وأصيبت بالفيروس وربما ماتت ومات على حبها وإلى آخره. يعني هذه الخلطات اللي يمكن أن نقول بأنها نوعا ما تقليدية بالنسبة لي، أعتقد بأنني إن فكرت أن أكتب عن هذا الموضوع لن أضيف له جديدا حتى سيكتب، في حين أنه يتطلب الكثير من التفكير والكثير من والواضح جدا أن يعني هو أصلا يعني حتى الساعة حتى الفيروس بحد ذاته لا يوجد يعني الأطباء حاروا في وصفه وفي تعريفه، وفي كل يعني كل أسبوع وربما كل يوم تخرج يعني تقارير جديدة عن طبيعته وعن مدى فتكه وعن ما يمكن أن يفعله بالبشر وهل له علاقة بالحيوانات. يعني حتى هذا الموضوع عليه لغط كبير.
في ظل يعني في ظل هذه إن أرد أن نسميها المعمعة، صعب جدا أن تفكر في أن تكتب رواية من وسط يعني من وسط المعمعة إن صح التعبير. ولذلك قلت يعني في أحد التدوينات يعني قلت بأن أتعهد بأنني لن أكتب رواية ليس فقط رواية عن كورونا، بل لا أعتقد بأنني سأكتب رواية فيها فقط يعني ذكر لكلمة بكورونا أو لها علاقة بكورونا أو حتى يعني وجود كلمة كورونا، هذا هو كل ما فيه. سوف أعود عندك أستاذ عبد المجيد. أنا هنا أريد أن أوجه سؤالي لأستاذ أحمد بما أنه واحد من صناع الكتاب، يعني واحد من الناشرين. أستاذ أحمد، منذ الآن لاحظنا نوع من التضارب، هل التطرق لموضوع الحديث عن كورونا هو اندفاع أم هو اجتهاد أو ماذا يمكننا أن نسميه؟ لأننا سوف نلاحظ كثرة نصوص كما أشار سواء الأستاذ جلال أو الأستاذ عبد المجيد، أن هناك سوف تكون مجموعة من النصوص التي سوف تنصب في هذا المصب. نحن لاحظنا بأن سوق الكتاب الآن ربما هو سوق متوقف، المعارض الدولية والمعارض المحلية والمتخيلات كلها في شبه كمون إلى حين لا نعلم متى سوف يعني يعاود الحال. نحن كفئة مستهدفة سوف نلاحظ نوعا ما، وأنا ربما هنا هذا حدسي فقط، سوف يكون هناك شبه نفور من هذه الأعمال، لا سيما أننا عايشنا المرحلة وأن كل ما يمكن أن تتضمنه هذه الأعمال ربما قد عشناها، وربما أننا في لحظة استنجاد بالذاكرة عساها تنسى ما عشناه. ألا ترى معي أستاذ بأن أي واحد سوف يفكر في العمل أو في الكتابة عن هذا الموضوع سوف يكون بمثابة المجازف نحو ما قد لا يمتع القارئ أو ما قد يسبب نفور القارئ؟ يعني حسب ما سمعت من السؤال، لأن الصوت بيقطع الحقيقة، هو موضوع الإنتاج الأدبي. نعم. ومستقبل الإنتاج الأدبي. نعم. الإنتاج الأدبي الآن ممكن أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول اللي هو الانطباعات الآنية، وهذا يتميز به أكثر شيء الشعراء. أما فيما يخص موضوع الكتابات، التوثيق، الروايات، الدراسات أو الأبحاث، طبعاً سيكون له دوره بعد الانتهاء من هذه الجائحة. وكأني سمعت عن مستقبل الكتاب أو صعوبة وصوله أو شيء من النوع. أستاذ أنا سألت، أنا سؤالي كان موجه نحو يعني نقطة أردت أن أقول بأن منذ الآن وجدنا نوع من التضارب حول هل يمكننا أن نعتبر أن المجازفة باعتماد أو بالمجازفة في الكتابة عن كورونا هو اندفاع أم هو اجتهاد، لا سيما أننا نحن الذين كفئة مستهدفة أو كقراء عايشنا المرحلة يعني وعلمنا وخبرنا بكل تجلياتها، وأننا بعد مرحلة كورونا سوف نكون بمثابة استنجاد بالذاكرة، بمثابة محاولة يعني طلب منها أن تنسى كل ما قد مر. يعني كيف يمكننا أن نقبل على أعمال تذكرنا بكورونا، أعمال تذكرنا بما عشناه من أزمة ربما كانت هي الأولى في هذا العصر الذي نعيشه؟ إخواني دعونا نكون منطقيين، هذا التضارب هو نتيجة التفاعل الثقافي المطلوب. لا هو محمود، أنا أتفق معك أنه محمود، هذا تضارب محمود، لكننا بالمقابل لا نريد أن نقوم بالجدل العقيم. بمعنى قديما كلنا نعرف كان في عباس بن فرناس أول إنسان حاول الطيران فوقع ومات. أقيم في أوروبا مؤتمر للخبراء يتدارسون هل نستطيع الطيران بعد عباس بن فرناس، هل نستفيد من خبرته، بينما اجتمعوا علماء العرب
وتحاوروا وتجادلوا حول نقطة أخرى، هل عباس بن فرناس مات قتيلا أم شهيدا؟ لا. فنحن لا نريد أن ندخل في هذا الصراع. من يكتب الآن فليكتب، ومن يريد أن يخزن ويستجمع ويستنبط ويكتب فيما بعد فليكتب. وهل تمت كتابة تاريخ الحرب العالمية أثناء الحرب العالمية؟ لابد من الأجيال القادمة أن تستفيد من مثقفي هذا العصر بما مر به من جائحة وغير جائحة بكل صراحة. إذن دعنا نقول لنعيش الحالة، لنكتب عن الحالة، وليس بالضرورة أن ننشر ما نكتب الآن، المهم أن نوثق، وهذا التوثيق لابد ما يفيد. أعود لنقطة أخرى، عندما نقول عمل ثقافي لا يعني بالضرورة أستاذ حسن، وأنا بعرفك روائي والإخوان نفس الاهتمامات، لا يعني بالضرورة الرواية، مع العلم أنه نحن كدار نشر نهتم بالرواية جداً، ولكن لما نقول العمل ثقافي نقصد به التفاعلات الاجتماعية بين طبقات الناس، من شعر، من أدب، من خواطر، من توثيق، من دراسات، من أبحاث، كل هذه الأمور هي الساحة الثقافية. كنت قبل قليل كلمتك عن مجموعة من الشباب المغاربة المثقفين لعدة سنوات يعملون على توصيل الكتاب بالبريد لكل قارئ يريده. أثناء الجائحة لم يتوقفوا في الرواية المسافرة، إنما اعتمدوا موضوع إرسال البي دي اف. نحن كدار نشر نعرف مخاطر إرسال نسخة البي دي اف لقارئ، ولكننا دخلنا بها، حتى أننا أعلننا لأي قارئ بكل العالم العربي دعما للحجر أن نقدم له أي كتاب يريد قراءته بي دي اف. هذا معناه أن العمل الثقافي كان له دورا فاعلا بشيء اسمه الترابط الاجتماعي بين الناس. الترابط الاجتماعي والتعاضد هو أساس يمكن الأستاذ جلال أخذ الفكرة التقطها. التعاضد الاجتماعي هو أساس ما سيكتب تقديري فيما بعد، لأن أثبتت الجائحة هذه أن الإنسان في المجتمعات العربية تحديداً ليس عدداً أو رقماً كما هو في أوروبا، بل كيان إلهي، مخلوق إلهي له كيانه وله قدسيته. وهذا التعاضد أدى بالكثير بالمنتديات الثقافية من إنشاء شبكات تواصل لم تكن رائجة قبلاً للتواصل الثقافي بين الناس. أستاذ، سوف أعود لنفس الفكرة هنا. أستاذ جلال، سمعت معي الأستاذ أحمد فواز وهو ناشر، يعني أباح لهذه الإمكانية، إمكانية الاجتهاد، وأنه بإمكان الإنسان أن يبدع في ظل زمن الكورونا وأن يؤرخ للكورونا. أستاذ، أنتم تتحدثون عن ما يجب أن يكون عليه المبدع. كنت قرأت لكم أنكم ترون بأن دور المبدع الآن أن يقف خلف الزجاج أو خلف النوافذ للمراقبة، لوضع السؤال والسؤال الحرج لاستشراف المستقبل. هنا أنا أريد أن أتساءل معك، هل السؤال هنا هو أفضل من الاندفاع نحو إنتاج ما يحاكي المعاش الآن، نقصد المرحلة الراهنة، لا سيما بأنك أنت واحد ممن يتحدثون ويحبون فكرة دافعية العصافير للبناء المتجدد الأعشاش كما تقول في أحد مطلع أحد قصائدك أستاذ جلال هنا؟ يعني دعنا نبدأ من تلك الفكرة التي تحدث عنها جاستون باشلر في علاقة العصفور بالعرش، وبالتالي يا هل ترى، دعنا نتساءل،
لو لم يكن ذلك العش بكل ذلك الدفء، هل سيبقى العصفور موجود في 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 ذلك العش؟ وهذا ايضا من خلال يعني هذه المشهديه الفلسفيه الشعريه الجميله، ربما ننطلق بامكاننا ان ننطلق الى التفكير بمصير الانسان وبمآلاته وبما يفكر فيه. انا برايي ان هذه هي النقطه الحرجه. الكاتب في المحصله هو انسان، لكن ما تميزه هي تلك الحساسيه في مراقبه الاشياء وفي استشراف الاشياء وفي تامل الاشياء. فبالتالي في مرحله الكورونا للاسف الشديد هذا الدفء لم يكن موجودا. الاب حينما يكون موجود في بيته ربما يستشرف كثيرا من الاشياء من خلال متابعته للاخبار ومن خلال تاملاته، ولكنه يحاول طمأنة افراد البيت بأن المستقبل على نحو جيد، لكن في الواقع هو ليس على نحو جيد. فبالتالي هذا الكاتب كان يعيش وما زال يعيش مرحلة القلق والتفكير بمصير هذا العالم وما يمكن أن يؤول إليه. انطلاقا من هذه النقطة أنا قلت على الكاتب في هذه المرحلة أن يتأمل وأن ينظر إلى ما يحدث بشكل جيد. ومن هنا أنا أتقاطع مع ما قاله الأستاذ أحمد فواز حول ضرورة أن يوثق الكاتب سواء كان شاعراً أم قاصاً أم روائياً أن يوثق لهذه المرحلة. التوثيق شيء وكتابة رواية شيء آخر، لأن كتابة رواية في هذه المرحلة كما قلت وأعيدها مرة أخرى يعني هي حالة يعني من العبث. أنت تكتب عن شيء أنت للآن لم تفهمه، يعني ما بالك بروائي يكتب عن هذه المرحلة ويطلق حكما، وبعد فترة ربما تقول منظمة التجارة منظمة الصحة العالمية يا جماعة أن هذا الفيروس وهم ولا يصيب، ويعني ما مصير كل هذا الجهد الذي قام به وكل وحتى لو اجتهد الروائي في هذه المرحلة لكتابة رواية يحاول أن يذهب فيها إلى العمق في مسألة كورونا، هذه الرواية لن تكون محملة بتلك البنى المعرفية التي يعول عليها، ستكون ناقصة شيء للأسف. لهذا السبب أيضا كما قال للأسف نسيت اسمه الأستاذ أنها ستكون عبارة عن لقاءات يعني في المستشفى وما بين هذا. وأنا على الصعيد الشخصي لا أنكر على أي كاتب يعني حقه في أن يكتب، عليك أن تكتب، لكن عليك أن تنتبه إلى أن هذه الكتابة ستكون قصيرة الأجل. هي كتابة يعني ليست تلك الكتابة التي يمكن أن نعتمد عليها. أعود أيضا إلى نقطة أخرى في مسألة التواصل الثقافي ما بين المثقفين وما بين الناس في مرحلة كورونا. لست متشائما، ولكن يعني ما رأيته أن التواصل ما بين المثقفين في عزلة الكورونا كان معدوما تماما. كيف يعني التواصل هو تواصل افتراضي من خلال الفيسبوك من خلال التويتر، ونحن أيضا كمثقفين نعاني من شح هذا التواصل من قبل، لأن كل مثقف يعيش في برجه العاجي في الأصل، هنالك في حالة عزلة أخرى مختلفة. فأتت مرحلة الكورونا لترسخ هذه العزلة، ولكن هذا لا ينفي أن هنالك كثير من الكتاب الذين كانوا يكتبوا يومياتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هذه المنابر، هنالك عدد من القراء، لكنه ليس ذلك العدد الذي يعول عليه. الناس متسمرة أمام شاشات التلفاز وتحاول أن تفهم شيء ما الذي سيحدث، تحاول أن تجد شيء يخفف من حدة هذا القلق الموجود في دواخلهم. وأستاذ حسن أنا أيضا أتفق معك أن القارئ في المرحلة القادمة سيبحث عن شكل آخر من الرواية التي يمكن أن تمنحه الكثير من الطمأنينة، ولا تريد أي منتج لا ثقافي ولا فني ولا إبداعي أن يذكره بالمرحلة السابقة، لأنها أضافت لنا الكثير من الشوائب النفسية
نحن الآن يعني همنا أن نخرج من هذه المرحلة، لكن هي يعني الإيجابي فيما يتعلق يعني بالمسألة الثقافية وعلاقتها بكورونا، الإيجابي بهذه المسألة أن هنالك في حالة جدل، هنالك في اختلاف آراء، وهذا الاختلاف وهذا الجدل وهذه التعددية حول هذا الموضوع أنا برأيي أنها ستنتج شيئا جيدا. وأعود إلى ما يعني ما قلته في مقالة سابقة حول الرواية بعد كورونا. الرواية بعد كورونا ستكون رواية تأملية، ستنسف عناصر الرواية المتعارف عليها. يعني للعلم أيضا الأستاذ تحدث عن الرواية الكلاسيكية وأن ما سيظهر ربما تكون رواية كلاسيكية. كل ما يكتب الآن في المرحلة الروائية العربية هي رواية كلاسيكية. نحن ككتاب عرب دخلنا في مرحلة الحداثة الروائية لفترة بسيطة، منهم مؤنس الرزاز وأدوار الخراط وسليم بركات، ولكن للأسف لا نجد لا إقبالا نقديا ولا إقبالا قرائيا على هذا التجديد وعلى هذه المغامرة. من هنا أنا أرى أن المرحلة السابقة ستكون أرضا خصبة وفرصة سانحة لعودة التجريب الروائي باندفاع، ولكنه اندفاع إيجابي. نعم. هنا أستاذ تحدثتم عن التواصل الثقافي، وأنا هنا سوف أوجه سؤالي للأستاذ عبد المجيد السبطة. أستاذ عبد المجيد السبطة، لاحظنا مؤخرا وأنت يعني في لنقل عنه مشروع جميل، مشروع ثقافي، ومشاركة المقروء المتتبعين والزملاء، لأنني لاحظت تجربة يعني تجربة يجب أن نرفع لك القبعة عليها، وأنك أعطيت للقارئ نفسا جديدا يعني الإبحار في معالم أعمال روائية، بل أكثر من ذلك أنك خصصت طيلة شهر رمضان ترى لمناقشة موضوع أو يعني مضمون كتاب من الكتب. يعني أنا أتساءل، هل الأزمة أو ظل الأزمة هو من رسخ هذا الامتداد الثقافي وهذا الانفتاح الثقافي ما بين سواء القارئ والكاتب أو ما بين الكاتب والكاتب في نفس الآن؟ لأننا لاحظنا بأن الاختلاء أو يعني ما أسميناه بالاحتجاز يعني كان دافعا من أجل فعل مثل هذه الممارسات. سلام مجيد. نعم، أعتقد هو من وجهة نظري هو شخصيا تلك المبادرة يعني البسيطة يعني في مشاركة المقروء الذي أقرأه وتقديم يعني وجهات نظر مبسطة يعني في عدد من الأعمال الأدبية أو الفكرية التي قرأت. هي بصراحة شديدة، هي هذه المبادرة كنت حريصا عليها منذ ما قبل زمن الجائحة. يعني دائما كان عندي ذلك النوع من النشاط الذي أفضل من خلاله أن أشارك المقروء وأن أساهم في، نحن نعلم بطبيعة الحال أن الأذواق لا تناقش من حق أي إمكان أن يقرأ الأعمال التي يريد، ولكن من وجهة نظري المتواضعة جدا كنت دائما أحب أن أطلع القراء والأصدقاء على عدد من العناوين والكتب التي من وجهة نظري أعجبتني، وأعتقد أن عدد من القراء ستنال إعجابهم. يعني هذه المبادرة أو هذه الفكرة سبقت زمن الجائحة، عندما في بالوصول إلى زمن الجائحة وزمن الحرب انتبهت ربما من وجهة نظر قد أكون يعني مصيبا فيها وقد أكون مخطئا، من بين إيجابياتها القليلة إن صح التعبير إيجابية زمن الحجر، هو أن بحكم بقاء الجميع في منازلهم لاحظت أنه إقبالا على القراءة. يعني كانت المجموعات المخصصة للقراءة في وسائل التواصل الاجتماعي كانت نشيطة، كان هنالك ما يمكن أن نسميه حراكا قرائيا أو إن صح التعبير.
شخصية منظمة يعني من يعني من بحكم تجربتي الشخصية كانت لي رواية جديدة قد صدرت في معرض الدار البيضاء يعني في شهر فبراير. نحن دخلنا في الحجر في شهر مارس. فإلى حد ما كان هناك نوع من النشاط والحركية لمن استغلوا هذه فرصة الحجر لقراءة هذه الرواية وإبداء رأيهم حولها. فكان هناك نوع من النشاط الذي كان محمودا. من جهة أخرى كما تعلم ظرفية رمضان وظرفية الحجر ساهمت يعني في هذا النشاط. ايضا لاحظت ايضا ان ربما اعتقد بان حسب ما رايت ربما عكس فكره انه لم تكن هنالك تواصل بين المثقفين. من وجهه نظري عدد الندوات الافتراضيه التي تم تنظيمها في تلك الفتره خصوصا في فتره رمضان بالنسبه لي كان عددا هائلا يصدق بكثير عدد الندوات التي تنظم بشكل عالي. وهو بصراحة شديدة هو كل هذه الندوات كانت تناقش موضوعا واحدا هو مستقبل البشرية، مستقبل الأرض بعد كورونا، هل القادم أسوأ هل القادم أفضل. يعني دائما كانت وهذا يعني طبيعي أنها تناقش موضوعا واحدا، ولكن بالنسبة لي كانت هناك حركية يعني كانت تناقش موضوع ولكن هو موضوع آني صراحة. أستاذ عبد المجيد، أنا واحد مما كان يتابع بشغف يعني المبادرة القيمة التي كنت تقوم بها، لأنني يعني كنت دائما ما أنتظر السادسة مساء حتى أشاهد أو أتابع المؤتمر الصحفي الذي تقوم به وزارة الصحة، وبعد أذان المغرب أتابع عبد المجيد صباطة لكي يمتعني بعمل من الأعمال التي يقترحها للمقروئية. أنتقل الأستاذ أحمد فواز. أستاذ أحمد فواز، لعل الجائحة ولعل ما عشناه دافع لكي ضعنا أمام أسئلة كبرى، يعني ما مآل الكتاب في ظل الجائحة في ظل هذا التباعد؟ ألا يمكن للناشر أن يساهم بشكل أو بآخر في رقمنة الأعمال وفي إيصالها للقارئ بشكل بسيط؟ هنا هذا السؤال فيه شيء من نظرة أيضا لما سوف يعيشه الناشر، خصوصا وأننا نعرف أن ما عشناه جاء في وسط الموسم الثقافي، جاء في فترة يعني كان فيها فترة معارض دولية كل المعارض تم إلغاؤها، أيضا الناشرين كانوا قد دخلوا على مشاريع إنتاج كتب، الآن هذه الكتب صارت حبيسة دورهم. هنا أسئلة يعني كثيرة تراودني في إمكانية انخراط الناشر في صناعة الكتاب ولكن بشكل رحمي. أولا دعني أعقب على كلمة تفضل فيها الأستاذ جلال وهو العريق بالعمل الثقافي. الأستاذ جلال طرح موضوع خشية الكاتب من الكتابة أثناء الجائحة حتى لا يصل إلى تساؤل ما مصير هذا الجهد. هنا استرجعني إلى ما قبل الجائحة عندما كان الكاتب يكتب ويمنع الكتاب بأي نظام عربي معين، ألسنا كنا نقول ما مصير هذا العمل؟ إذن دعونا نكتب إنسانياتنا، دعونا نكتب ما نشاء، دعوا كل إنسان يكتب ما يريد وليأتي المستقبل لتوثيق الأفضل. فيما يخص السؤال أستاذ حسن، الحقيقة أنه دور النشر كقطاع إنتاج ثقافي أو قطاع إنتاج الكتاب تعيش أزمة اقتصادية منذ سنوات مما قبل الجائحة. جاءت الجائحة وجعلت هي الضربة شبه القاضية على الكتاب الورقي، ألغيت كل المعارض. بعد قبل إلغاء المعارض كان سابقا الكتاب يوزع من خلال المكتبات ومكتبات مختصة بتوزيع الكتاب، أصبحت المنافذ الرئيسية لتوزيع الكتاب هي المعارض العربية فقط. تم إلغاء المعارض بالطبيعة
توقفت عمليات الشحن، توقفت عمليات البريد، توقفت كل هذه الأمور، جعلت النشر أمام أمرين، والعديد من دور النشر في حالة استكانة في هذه الفترة، بينما القسم الأكبر منهم ونحن منهم اعتمدنا التوزيع الإلكتروني، حولنا الكتب كلها تقريبا إلى نظام إلكتروني، وكما يوجد مكتبات وشركات توزيع كتاب ورقي، الآن يوجد منصات إلكترونية تعمل على توزيع الكتاب وبأسعار رمزية إلكترونية. يبدو الصورة مش واضحة يمكن. لا مظبوط. هنا الصورة واضحة واضحة. هنا كان الدور للكثير من الكتاب والكثير من دور النشر بالتعاون، وهنا كنت أقصد موضوع التعاضد بالعمل الثقافي، كان الهدف مشترك وهو إيصال فكرة هذا الكاتب أو الرواية أو الكتاب أو أي كتاب إلى القارئ أينما كان وبأقل جهد ممكن. هنا تحدينا الكورونا نحن، هنا دور النشر والكتاب والمثقفين وشركات التوزيع الإلكتروني تحدت جائحة الكورونا، وأنا أعتقد أنه انتصرنا على قسم كبير منها. الآن لعلمكم يقام الآن في السويد معرض كتاب إلكتروني، ونحن الآن ندرس بمستوى العالم العربي على إقامة هكذا معرض، ومعرض الكتاب الإلكتروني بالسويد تقيمه دور نشر عربية وليست أوروبية، وللكتاب العربي. من هنا أتفق مع الأستاذ جلال أنه مستقبلاً سيكون منحة آخر بالكتابة والقراءة وليست بالكتابة فقط. ممكن جداً يتغير موضوع تنظيم المعارض، ممكن تتغير موضوع أسلوب التوزيع، إنما إنتاج الكتاب الورقي سيبقى قائماً وفي المقدمة. نحن نعتمد الكتاب الإلكتروني الآن بحالة مؤقتة إلى حين عودة الكتاب الورقي. ذلك ما نأمله أستاذ أحمد، لأن الكتاب الورقي صراحة لا يمكن ولن يمكن أن يعوضه أي شيء آخر. أستاذ جلال، أستاذ أحمد فواز تحدث عن إمكانية الكتابة والسماح للمبدع بأن يبدع كيفما شاء، وأن أصلاً هناك من يكتب وبحجة أن الأديب هو ذاك الذي يمكنه أن يؤرخ لما يعيشه بصيغة أو بأخرى بطريقة إبداعية تمكنه من أن يبلغ الخلف ما عاشه التلف الذي هم نحن، لأن الأزمات دائماً ما تعيد صياغة فهم الحياة، والأديب هنا ممكن أن يكون ذلك الذي يمكنه أن يلتقط الإشارات الآنية من أجل أن يترك عملاً إبداعياً يؤرخ له للمرحلة الآنية. يعني أنا برأيي الكتابة اليومية أو كتابة التوتير هي مسألة إيجابية ليست متعلقة فقط فيما يخص الجائحة أو الحرب أو الكوارث الطبيعية أو سميها أي شيء، يعني هي مسألة أنا أحبذها. أنا بالنسبة لي يعني كروائي عملت على أن أتمم رواية سابقة لدي، لكن في يعني بخط آخر متوازي أنا كنت على بشكل يومي أدون يومياتي، كيف رأيت عزلتي الجديدة في البيت، كيف أنظر إلى عائلتي، كيف أنظر إلى تلك المسافات التي رسخت ما بيني وما بين أصدقائي، ما بيني وما بين الشارع، تلك المسافات التي فصلتني عن المقهى، تلك المسافات التي فصلتني عن الطبيعة. وأيضا من جانب آخر كنت أسجل وأدون انطباعاتي، ما الذي سيحدث، كيف يرى الناس هذا الأمر. اهتممت بتيمة الخوف لدى الإنسان في هذه المرحلة،
كيف هو شكل الخوف؟ ما هو الخوف في هذه المرحلة؟ هذا الخوف إذا إلى ماذا سيؤدي؟ هل سيخلق أسئلة؟ الروائي حينما يكتب رواية هو لا يطرح حلولاً، إنما يقدم العديد من الأسئلة التي ربما نعول عليها في يوم من الأيام أن تخلق شيئاً في الحراك الاجتماعي والحراك السياسي والاقتصادي والفكري والثقافي في كل تلك الجوانب. فبالتالي أنا كنت أطرح العديد من الأسئلة على نفسي وكأني عبر هذه الورقة أحاور نفسي. الآن ما مدى إيجابية أنا ما كتبت؟ مدى إيجابية ما كتبت ربما أنا على الصعيد الشخصي أستفيد منه مستقبلا، ربما لكتابة عمل متعلق بهذه المرحلة. فيما يخص مسألة العزلة، هنالك جوانب سلبية لها ولكن وأيضا لها جوانب إيجابية، ربما تكون جوانب إيجابية متعلقة بالكاتب نفسه. ف روايتي التي أعمل عليها في هذه المرحلة فيها شخصية يركن إلى عزلته، ربما يعني عزلة الكورونا جعلتني أعرف الجانب المؤلم والجانب الموجع من العزلة. ربما يعني في غياب أو دعني أقول لك، لو كانت المرحلة يعني في غياب مرحلة الكورونا كان علي أن أتقمص الشخصية وأنعزل لفترة من الزمن، ولكن لن يكون الإحساس هو ذات الإحساس وأنت تقف وراء النافذة ممنوع من الخروج، ممنوع من التجوال في الشارع. أيضا افتقدنا جزء كبير من إنسانيتنا، يعني أنا كأب كنت أخشى أن أحتضن أولادي، حتى في هنا في الأردن عندما سمح لنا أن نتحرك بشكل حذر وجزئي في الشارع، نذهب إلى السوق ونذهب إلى أعمالنا، أيضا يعني أيادينا بدأت تشتكي من يعني من شح المصافحة، صدورنا بدأت تشتكي من ذلك العناق الجميل مع من نحبهم. فبالتالي وكأن الإنسانية بدأت تتراجع في هذه المرحلة، هذا يسبب شيء من الحزن وشيء من الأسى يضاف إلى شيء من القلق. بكل الأحوال كل هذه المشاعر وكل هذه الأحاسيس بالضرورة ستؤدي إلى شيء إيجابي، سواء العام القادم، العشر سنوات القادمة، المئة سنة القادمة، لابد من الطبيعي، لأن هذه مسائل حتمية تمر في سياق الإنسان، في بحثه عن عيشه، في حفاظه على عشه الذي يعيش فيه، في حفاظه على ثقافته والخروج منها أيضا إلى ثقافة جديدة بوعي وبعناصر جديدة. شكرا أستاذ. أنقل سؤالي أيضا إلى أستاذ مجيد سباطة. مجيد سباطة، لأنك واحد ممن صرحوا بصريح العبارة بأنك لن تشتغل على أي موضوع أو لن تكتب عن شيء له علاقة بكورونا، وأن أي حتى كلمة كورونا سوف لن تتضمنها أي أعمال. أنا بطريقة ما أرى بأن الكتاب دائما ما تجرنا إلى أشياء نجر إليها بشكل لا واعي، بشكل وكأنه يمارس علينا شيء من الاستيلاب. أستاذ جلال أيضا ممن ينتصرون بفكرة عدم الكتابة عن كورونا، لكنه صرح الآن بأنه يكتب عن ذاك المنعزل. ألا ترى معي أن بإمكانك أيضا أن تكتب عن كورونا من حيث لا تدري أيضا؟ هو في سياق معين، وقد ربما قد يظهر هنا نوعا ما بعض التناقض. أنا منذ فترة وربما يعني منذ ما سبق الكورونا كانت عندي فكرة، يعني فكرة مشروع مثلا، يعني رواية عن يعني ما يسمى يعني برواية العمارة، يعني مثل لابيمو دومبلوا لجورج بيغيك، الرواية التي لم تترجم للأسف لم تترجم إلى العربية، الحياة دليل الاستعمال، أو بطبيعة الحال الرواية الشهيرة عمارة يعقوبيان، أو مثلا طيور هوليدي إن لربيع جابر. يعني هذه كلها روايات تناولت هذه التيم. ربما في كنت أخطط نوعا ما للكتابة حول هذا الموضوع،
وعندما عندما يعني حلت الجائحه ودخلنا يعني رسميا يعني في زمن الحزنه، كنت افكر ان ان مضيت في هذا المشروع يعني طبعا شحال هو هو فقط يعني تحضيرات يعني ربما لان افضل انا عندما يتعلق الامر يعني بالتاليف يعني افضل ان تسبق التاليف او التحرير يعني حتى التعبير ان تسبقه مرحله طويله من الاعداد والتحضير والبحث الذي قد يستغرق ربما يعني اشهرا طويله او ربما سنه او سنتين. عندما يعني قلبت الفكره ربما في من عده اوجه وجدت بان ان صغتم هذه النوعيه ساجد نفسي بلا وعي يعني بلا وعي اصوغ احداث يعني تجري في العماره وكل سكانها داخلها. هذا سيقودني ربما يعني بشكل ان صح التعبير اوتوماتيكي سيقودني الى زمن العزله وزمن وزمن الكورونا حتى لو لو يعني احتفظت بالوعي. بدا انك تعيد الفكره السلام عليكم. الصوت لم يكن جيدا. عيد فكرة، عيد فكرة الأخيرة لأني ما سمعتها ربما حتى المشاهدين. نعم. سمعها. يعني ما قصدته هو أن راودتني فكرة أن أكتب رواية عن عن العمارة. هذه فكرة راودتني قبل قبل الكورونا. عندما عندما حلت عندما حلت الكورونا ودخلنا زمن الحجر الصحي والعزلة. وجدت بان يعني في اطار التحضير لهذه لهذه الفكره وجدت بان بلا وعي مني ساصوغ فكره يعني عماره وكل وكل سكان هذه العماره متواجدون داخلها احداث يوم كامل او اسبوع او ما الى ذلك. انت تتطرق لهذه الفكره فانت بلا وعي منك حتى لو انك يعني قطعت على نفسك يعني بشكل يعني رمزي إن صح التعبير حتى وإن قطعت على نفسك وعدا بأنك لن تكتب عن كورونا أو لن تذكر كلمة كورونا في رواية تكتبها أن مثلا إن استمريت في هذا المشروع وكتبت رواية يعني مشروع رواية عمارة يعني عمارة نسمى عمارة مغربية على نمط عمارة يعقوبيان أو طيور هوليدي إن أو لفي مطلوبة ففي في كل الأحوال سأجد نفسي بأنني يعني أتطرق لزمن العزلة بدون وعي. عندما تتحدث عن أحداث يعني تجري لعدد من العائلات التي تسكن عمارة واحدة في يوم كامل أو في أسبوع كامل فأنت تتطرق يعني لما يتطابق بشكل يعني بشكل تام مع ما جرى في في زمن في زمن كورونا. يعني هذا هو هذا هو القصد الذي حاولت أن أتطرق له. من جهة أخرى شخصيا يعني تعاملت مع فترة الحجر لا أمكن أن لا أمكن أن في البداية ربما تعاملت مع الوضع بنوع من الهدوء ولن أقول اللامبالاة ولكن في البداية ربما اعتقدت بأن هذه هي العزلة التي يتمناها كل كاتب ويحلم بها وأن يبقى منعزلا في بيته ليبدع وما إلى ذلك سواء تعلق الأمر بالإبداع بأن يكتب أو حتى أن يقرأ لأن أحيانا حتى يعني ليس أحيانا دائما القراءة بحد ذاتها هي عملية إبداعية. ما يعني في البداية ربما ناسبني الوضع وضعت برنامج لقراءة عدد من الأعمال التي كانت مؤجلة خصوصا الأعمال كبيرة الحجم. أنا عندما تحدث مثلا عن يعني رباعية مقبرة الكتب المنسية أو 2666 لروبرت بولانيو أو 4321 فورموس وغيرها يعني وضعت برنامجا وبدأت في هذا في القراءة وما إلى ذلك. من جهة أخرى كان يعني بحكم أنني أشتغل أيضا في الترجمة كان الناشرين قد عرض علي يعني مجموعة من الأعمال الروائية الفرنسية لأختار منها ما يناسبني للترجمة وربما فكرت بأن سأستغل الوقت للعمل ولكن بصراحة شديدة مع طول مدة الحجر ومع توالي الأيام والأسابيع والأخبار المتواترة وكل هذه الأمور صارت الحالة النفسية ربما يعني كما نقول يعني نعم أصبحت الأمور ربما يعني أصعب ودخلنا في مرحلة غموض لا نعرف القادم ما الذي سيحمل وأحيانا ربما يعني حتى في الظروف العائلية ربما
يعني انا اعيش وحيدا مع والدي، انا وحيد والدي، والوالدان يعني في، لنقل بانهما تجاوزا 60 او 70 ويعني منعتهما ضعيفه، يعني صارت يعني تخشى عليهم، تخشى يعني كما قال الاستاذ جلال يعني ان تحتضن اولادك، انت ستخشى ان تحتضن والديك، انت الذي يعني تقوم بال يعني بالاعمال المنزليه او شراء البضاعه من الخارج، فتخشى يعني ان يتسبب اي اتصال بسيط باصابتهم. يعني كانت ظرفيه صعبه بالنسبه لي، كان اخر همي ان افكر يعني في مشروع، في ان اكتب او ما الى ذلك، بالكاد كنت اقرا. هذا هو كل ما استاذ عبد المجيد، انا اريد ان اغيث معك على نقطه معينه، وهو انا صراحه اعرفك بانك قارئ نهم، يعني قارئ نهم بحد الابتلاء انجاز التعبير هكذا، تمارس فعل القراءه بفعل جنوني، فعل هوس واشياء من هذا القبيل. انا يعني انوه بهذه المساله، لان الكاتب الجيد من الضروري ان يكون ايضا قارئا جيدا، وهو الشيء الذي أراك عليه وأتمنى لك يعني مسار موفق. لكن أيضا الكتابة تنبلج عن شيء آخر، وهي محاكاة الهامش، محاكاة الأزمة، محاكاة ما نعيشه في ظل ما قد ينتابنا على غفلة، وهو ما قد انتابنا الآن. أنت قلت بأنك دخلت في مرحلة العزلة بشيء من الاستمتاع، بشيء من النشوة، بشيء من الإبداع، بأن هذه العزلة هي ما قد ينتظرها أي مبدع سواء كان كاتباً أو شيء آخر، لكن بطول الفترة صرنا نفقد شيئاً من الحصانة النفسية التي دخلنا بها في الأول، تلك المناعة بدأت تضمحل، لكن هذا المحلال المناعة النفسية ربما قد يجرك بشكل أو بآخر للحديث عن ما تعيشه، للحديث عن ما يخرجه نفسك. أنا هنا أراك رهينا في فترة أنك سوف تكون مجبرا للعودة للكتابة عن زمن الكورونا. يعني كما قلت، كما تفضل الأستاذ جلال والأستاذ أحمد، ربما سيرتبط الأمر إن صح التعبير بالكتابة التأملية، والكتابة عن العزلة. وهو شخصيا يعني عندما كما قلت يعني في، انا لم اكن في يوم من الايام على علاقه يعني على علاقه خصام مع، بالعكس انا احب العزله، وربما في اعمالي، هل هذا انعكاس لظروف الشخصيه ام لظروف اخرى لا ادري، لان كما تعلم في بعض الاحيان الكتابه في بعض الاحيان اللي تخضع لما نعتبره لا وعي. دائما كانت العزله كانت حاضره في اعمالي. في معظم الاحيان بطل الروايه يكون وحيدا، اما وحيد والديه، اما هل هنالك يعني ترابط مع شخصيته ام الى ذلك. لذلك بالنسبه لي العزله كانت دائما حاضره، والمعاناه النفسيه للشخص الوحيد كانت دائما حاضره. ربما اعتقد ان بهذه التجربه الحقيقيه وغير المسبوقه التي عشناها في هذه الفتره، ربما اعتقد بان كتابتي عن العزله ربما ستكتسب خبره اكبر، و يعني خبره شخصيه بالاضافه بطبيعه الحال الى ما المقروء. لذلك انا عندما قلت انني لن اكتب عن كورونا، ما قصدته هو تلك التيمات يعني التقليدية التي تحدثت عنها وتفضل بها الأستاذ الكريم، يعني تلك يمكن أن نقول كتابات الفاست فود أو كتابات يعني الكتابات السريعة، يعني الحبكة التقليدية، طبيباً أو طبيب ومريضة أو ما إلى ذلك. يعني هذا هو ما قصدت بأنني سأتجنبه ولن أكتب عنه. أما عندما يتعلق الأمر بالعزلة وأثر العزلة على أبطال شخصياتي أو على ذاتي أو ما إلى ذلك، فبطبيعة الحال أعتقد بأن هذه الظروف الحالية قد أفادتني كثيرا، وسينعكس ذلك أعتقد وأتمنى أن ينعكس ذلك على كتاباتي المستقبلية. أنا صراحة حائر بأن إدارة القناة تخبرني أن الوقت قد شرف على الانتهاء،
الحديث معكم صراحة جرنا إلى ما يمكن أن يصطلح عليه بالمتعة. في كلمة أخيرة أستاذ عبد المجيد بطا. بطبيعة الحال يعني لا بد أن أعبر عن سعادتي واعتزازي بالمشاركة في هذا اللقاء القيم، وبطبيعة الحال يعني استمعت لآراء الأساتذة الكرام، هو بطبيعة الحال أجدد اعتذاري عن تأخر في التحاق لظروف قاهرة جدا، وأعتذر عنها. سأكون يعني بطبيعة الحال كل التقارير وكل يعني كل ما تقرأه في أو تتابعه في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، الجميع يقول بأن القادم أسوأ، القادم أسوأ، القادم أسوأ. شخصيا سأحتفظ بذلك الأمل الذي يمنحه كل يعني كل الأدباء وكل المبدعين، وسأقول بأن أتمنى أن يكون هنالك ضوء في نهاية النفق. هذا هو كل ما أستطيع أن أقول إن شاء الله تعالى. أستاذ جلال، كلمة أخيرة. يعني أنا سعيد بهذه الاستضافة وبالتعرف عليكم، وأيضا سعيد بأننا نستخدم هذه الوسائل بحيث نتواصل ونخلق يعني حراكا ثقافيا جميلا يعول عليه. يعني نحن في أزمة في على الصعيد الإنساني، وننظر إلى إنسانيتنا ونحاول الخروج بها إلى فضاءات أكثر أمانا وأكثر رحابة. في هذه المرحلة نحن نتأمل ونتمنى من هذا التأمل أن يفضي إلى نتائج إيجابية. شكرا. نعم، نحن نعيش في أزمة لكن على وقع الأمل إن شاء الله. سيد أحمد فواز، كلمة أخيرة. احنا يوميا في عنا كلمات مع الإخوة في المغرب. حقيقة عندي تمني أن نكتب ونكتب ونكتب في ظل كورونا، وليس عن كورونا، لا يهمنا كورونا، يهمنا حالة الإنسان. توصيتي أن نكتب عن إنسانيتنا التي كدنا أن نفتقدها بفترة من الزمن، فنحن عدنا لها اليوم، فلنكتب ولتبقى هذه الرسالة. شكرا أستاذ أحمد. بين كل المثقفين. نعم أستاذ أحمد فواز، شاكر لكم على تلبية دعوة البرنامج، شاكر أيضا لإدارة القناة، قناة الجامعة المغربية، كما أدعو كل المتابعين بمتابعة القناة على الموقع الرسمي لها www.compismaroc.tv. شاكر لكم حسن الاستماع، إلى لقاء آخر في الأسبوع المقبل إن شاء الله لمناقشة موضوع آخر مع ضيوف، يعني في موضوع سوف ينصب حول الحديث عن القلق والسؤال في ظل الأزمات أيضا. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام.